الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. وبعد، إن شاء الله تعالى في هذا المجلس الثاني في مادة الشبهات المثارة حول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقفنا في الكلام عن الصفات، وذكرنا الشبهة الثامنة. طيب، وقفنا في السابعة. الثامنة يقول ابن تيمية يفسر الاستواء بالاستقرار. ابن تيمية يفسر الاستواء بالاستقرار، ويصف ربنا بالجوارح، وقال لو شاء الله لاستقر على جناح بعوضة فاستقلت به. ده كله كلامه، دي الشبهة كلها، دي التامنة. مش المهم حسب الترتيب اللي عندكم، يفسر الاستواء بالاستقرار، يصف ربنا بالجوارح، يقول لو شاء ربنا لاستقر على جناح بعوضة. الكلام ده أحاله للفتاوى المجلد الخامس الصفحة 519، المجلد الخامس الصفحة 519. طيب يا أخوانا، ده كلام المفتري على ابن تيمية. طيب نجي نشوف كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى 519. طيب أولا يا أخوانا، تفسير الاستواء عند العلماء بالعلو، الارتفاع، العلو، واستوى كما قال العلماء لو جاءت لم تعد بشيء، يعني ما جاء بعديها على ولا إلى، استوى بس، استوى من غير على ومن غير إلى، تعني النضج والكمال، كما قال تعالى فلما بلغ أشده واستوى، أي اكتمل. ده معنى. المعنى الثاني لو جاء بعدها على، أو علماء اللغة يقولوا لو عديت بعلى، يكون معناها العلو والارتفاع، يعني استوى على، معناها على وارتفع. وذكر هذه المعاني الشيخ ابن عثيمين أيضا، قد اديني كتابه قبل ما نقرأ كلام ابن تيمية، عثيمين فتاوى أركان الإسلام، فتاوى أركان الإسلام. طيب ده كتاب بتاع العثيمين، كتاب منفصل غير الفتاوى بتاعته، ده كتاب براوي اسمه فتاوى أركان الإسلام، الصفحة 84 85. طيب ابن عثيمين يقول معاني الاستواء، قال الأول أن يكون مطلقا غير مقيد، فيكون معناه الكمال كقوله تعالى ولما بلغ أشده واستوى. الثاني أن يكون مقرونا بالواو فيكون بمعنى التساوي كقولهم استوى الماء والعتبة، بمعنى التساوي. الثالث أن يكون مقرونا بإلى فيكون بمعنى القصد كقوله تعالى ثم استوى إلى السماء، ثم استوى إلى السماء. الرابع أن يكون مقرونا بعلى، وده أصلا ده محل الخلاف في المسألة دي بين أهل السنة وبين المبتدعة، أن يكون مقرونا بعلى يكون بمعنى العلو والارتفاع،
الرحمن على العرش استوى، يكون بمعنى العلو والارتفاع. طيب، أما تفسيره بالجلوس وده اللي أخذه على ابن تيمية، طيب نجي وراجع عنده لنشوف كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. هو ده بقول ابن تيمية يفسر الاستواء بالاستقرار. ابن تيمية يقول في 519 الفتاوى المجلد الخامس، قال: وقال عبد الله بن المبارك ومن تابعه من أهل العلم وهم كثير: إن معنى استوى على العرش استقر، وهو قول القتبي. وقال غير هؤلاء: استوى أي ظهر، إلى أن قال: وقال الثعلبي وقال الكلبي ومقاتل: ثم استوى على العرش يعني استقر. وقال أبو عبيدة يعني صعد. طيب يا أخواننا، ابن تيمية هنا تبنى الأقوال دي ولا حكى عن الناس ثانين؟ إذن ده قول ابن تيمية ولا ما قوله؟ ده ما قول ابن تيمية، لمسألة تفهم. هذا ليس بقول شيخ الإسلام ابن تيمية، إنما القول ده ناقل نقل. عشان كده بتلقى المجرم ده يقول لك ابن تيمية قال، ده ما قال، هو نقل. والقول ده قول غير ابن تيمية. وإن كان الاستقرار مما فسر به السلف، استوى بمعنى استقر مما فسر به، كما نقل هنا ابن تيمية عن ابن المبارك وعن جماعة من السلف. والاستقرار معناه قريب من معنى الاستواء، أي من معنى العلو. طيب، ولكن ده ما كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. ابن عثيمين هنا يقول: وأما تفسيره بالجلوس، لأنه الزول ده برضو نسب للشيخ ابن عثيمين أنه يفسر الاستواء بالجلوس. قال: وأما تفسيره بالجلوس فقد نقل ابن القيم في الصواعق عن خارج عن مصعب في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، قوله: وهل يكون الاستواء إلا بالجلوس؟ وقد ورد ذلك الجلوس في حديث أخرجه الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا. يلا انتبه معي، القول ده أيضا نقل ابن تيمية عن مجاهد ابن جبر تلميذ ابن عباس. وابن القيم لما نسب القول ده لابن عباس نسبه من باب إنه مجاهد غالبا يكون سمع الكلام ده عن ابن عباس. ابن القيم عزاه من هذا الباب. وهذا القول مأثور عن مجاهد. أما شيخ الإسلام ابن تيمية ما تبنى القول ده، ما تبنوا. وابن عثيمين هنا ما تبنوا، قال ورد منقول يعني في الكتب. تمام، عشان كده ابن تيمية ما تبنى القول، العثيمين ما تبنى القول، القول مأثور عن مجاهد عليه رحمة الله. و الزول ده لو دار يطعن يطعن في مجاهد ما في ابن تيمية، ومجاهد من التابعين. والعلماء ما طعنوا فيه لأنه قالوا هذا أثر، وغاية ما فيه اختلاف في إثبات هذا الحديث، والحديث نقله ابن تيمية وضعفه في الفتاوى. حيجينا بعد شوية، ركزوا معي تخوان الكلام ما يكون روحكم لأنه فيه دقة شوية. ابن تيمية ناقل عن مجاهد، وابن القيم قال إنه مجاهد أخذ هذا غالبا عن ابن عباس، والحديث المنقول في هذا
إن ربنا سبحانه وتعالى يجلس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش ويجلس على العرش. هذا الحديث ابن تيمية قال ضعيف ما ثابت. إذن كده نقل حديث وضعفه، ونقل هناك عن مجاهد وما تبنى القول ده. إذن يبقى عندنا القول ده مأثور عن بعض السلف، صحيح ولا ما صحيح؟ مبني على الحديث الوارد في هذا الباب. لو ورد يا أخواننا ما بيكون في إشكال، لأن أهل السنة يثبتون ما ورد على القاعدة اللي ذكرناها من غير تشبيه ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل. إذن لو ثبت الحديث لقال به العلماء وما فيه تشبيه، يعني كما أثبت العلماء بقية الصفات، صفة اليد والساق وصفة إن ربنا ينزل إلى السماء الدنيا ويضحك ويعجب ويغضب، كل هذه ثابتة. إذا ثبت الأثر، لأن العقيدة يا أخوانا ما بتثبت بقول تابعي، ما هو جاهد تابعي، العقيدة ما بتثبت بقول تابعي ولا بقول صحابي مفرد، تمام؟ العقيدة بتثبت بالكتاب والسنة. شفت مسائل الصفات، مسائل العقيدة تثبت بالكتاب والسنة، أما تفسيره وفهمه وكده على مذهب السلف، لكن تثبت بالأدلة، ما بتثبت بقول مجاهد أو قول أحد من الصحابة، تمام؟ كده المسألة وضحت. إذن مبنى الطعن ده كله لو دار يطعن يطعن في مجاهد، ومجاهد أثر عنده أثر وقال به، ولو ثبت، حتى لو ثبت ده سلمنا جدلا إنه ابن تيمية قال به ومجاهد قال به والسلف قالوا به، هل صفة الجلوس تختلف عن صفة النزول؟ ما خلاص، ما دام السلف أثبت صفة النزول وأثبتوا الإتيان وأثبتوا العجب والضحك وغيره، تثبت كذلك صفة الجلوس. هذا لو ثبت من غير تشبيه ولا تكييف ولا تمثيل، لكن في النهاية ابن عثيمين ناقل، ابن تيمية ناقل فقط. ابن عثيمين بعدها طوال سأله في نفس المجلد الصفحة 85، فضيلة الشيخ قلتم حفظكم الله في الاستواء على استواء الله على عرشه، إنه علو خاص على العرش يليق بجلال الله تعالى وعظمته، فنأمل التكرم من فضيلتكم بإيضاح ذلك. الجواب، قال قولنا في استواء الله، لاحظ الجبل ذاك ناقل ليه، ذاك نقل إنه منه من فسر بكذا ومنه من فسر، قال قولنا في استواء الله ده بعده طوالي. شوف المجرم الدجال ده نقل الكلام الفوق اللي من عثيمين ما تبناه، وترك الكلام التحت اللي عثيمين تبناه، كلامه خلاه، وجا قال لك من عثيمين قال الاستواء معناه الجلوس، ما قال أبدا. وأنا سمعته بيتحدى يوم بيتبجح، قال أنا قابلت واحد من الأولاد الوهابية ديل وبيضحك كده، قال ليه ما قروا دون كتيبات صغار كده، كتيبات صغار ما قروا الأمهات المراجع بتاعتهم. قال قلت لابن عثيمين بيفسر بالجلوس، قال لي ما في الكلام ده ما في، قال طلعت له من الكتاب جرى، قال خلى الجامع انت جرى، وين ده ده وين ده، داير يخلق من نفسه انه انسان عظيم وزول عالم وقاري، وانه السلفيون ما بيطلعوا على الاشياء دي، ده دول مجرم بس. طيب الكلام ده من عثيمين ما تبناه، الكلام اللي تبناه تحت قال قولنا في استواء الله تعالى على عرشه إنه علو خاص على العرش يليق بجلال الله تعالى وعظمته، إلى أن قال فالاستواء أخص من مطلق العلو. لأنه هنا في شبهة أن تبخلها جدا، لما تقول لواحد الاستواء الرحمن على العرش استوى، تمام، يقول لك طيب ربنا قبل ما يخلق العرش أكان وين؟ الغريب هم لما يسألوا السؤال ده عندهم هم قاعدة، بيقول لك الله ما تسأل عنه بأين، يعني لما تجي أنت في الأول تقول لهم أين الله في السماء، هم بيقول لك ما تسأل بأين، سؤال بأين ده ممنوع. لما أنت توري إنه الرحمن على العرش استوى،
يجي يقول لك أين كان قبل خلق العرش. طيب أنتم ما قلتوا السؤال بأين ما بجوز، جيتوا تسألوا بأين تاني ليه؟ طيب أين كان قبل خلق العرش؟ نقول الله سبحانه وتعالى موصوف بالعلو قبل يخلق العرش وبعد ما خلق العرش. ربنا موصوف بالعلو، ربنا قال وهو العلي العظيم، علو ذات وعلو صفات. إذن المولى موصوف بالعلو، وصفة العلو العلماء قالوا هي صفة لازمة لله سبحانه وتعالى، أصلا هو العلي العظيم. طيب الاستواء شو؟ العلماء قالوا الاستواء هو علو خاص، يعني بعد ما خلق العرش استوى عليه وهو علو خاص، لأنه ربنا رتب الكلام بثم رفع السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، رفع السماوات بغير عمد ترونها وسخر الشمس ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر، فرتب ثم، فالاستواء هو علو خاص. طيب قال فالاستواء أخص من مطلق العلو، ولهذا كان استواء الله تعالى على عرشه من صفاته الفعلية متعلقة بمشيئته بخلاف علوه، فإنه من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنها، يعني أصلا هو العلي وربنا عالي على خلقه، أما الاستواء فهو علو خاص، ده المعنى. طيب البعدية يقول ابن تيمية يكفر كل من خالفه من أهل القرون الثلاثة، ده كلام محمد المنتصر، قال ابن تيمية يكفر كل من خالف من أهل القرون الثلاثة. ابن تيمية يجعل من سبقه أهل بدعة وأهل كفر. أنا بستغرب يا أخواننا، الزول بيتجرأ على كلام زي ده كيف؟ متى قال ابن تيمية أن من سبقه كفار وأهل بدعة؟ طبعا هو الزول ده في الكذب بتاعه بيلجأ لأسلوب بتاع تضخيم الكلمات وخلق مآخذ من كلمات ما فيها مشكلة، يضخم لك الكلام تضخيم غريب جدا. يعني أضرب لك مثال، زول لقاك ماشي أنت مع زوجتك في الشارع وأنت إمام المسجد، يجي يقول لهم والله مش شوفوا إمامكم ده، أنا قابلني خالط له مرة بيجي في الشارع كده بس. يعني أنت لما تشوف الكلام ده زول خالط له مرة والله يقول لك ويحلف لك بالله وشفته بعيني هذا بيجي، وهي دي ما بقول لك دومه، يعني الزول ده بيشتغل بنفس النظام ده، يلقى له كلمة الكلمة ما عندها علاقة بالموضوع اللي بيجيبه يقوم يضخمها لك ويخلق لك منها جريمة كبيرة جدا. طيب نجي نشوف الكلام بتاعه، قال في الدرر الكامنة المجلد الأول الصفحة 95 ديني له محمد. طيب طيب هناك طيب يمينك يمينك هناك طيب أي. طيب المجلد الأول الدرر الكامنة ده كتاب ابن حجر 95. طيب لا هو أنا قلت غلط، الصفحة ما 95 93. قال وكان لتعصبه
لمذهب الحنابلة يقع في الأشاعرة، حتى أنه نسب الغزالي فقام عليه قوم كادوا يقتلونه. دي الكلمة كلها السيدي فيها إنه من سبقوا كلهم كفار، في إنه من سبقوا كلهم مبتدعة، وهل تكلم عن العلماء من أهل القرون المفضلة؟ أبدا، كلامه عن الأشاعرة، عن الأشاعرة فقط. قال وكان لتعصبه لمذهب الحنابلة يقع في الأشاعرة حتى إنه سب الغزالي فقام عليه قوم كادوا يقتلونه. ده الكلام اللي ناقله ابن حجر، كويس؟ طيب نجي نشوف وين كلام ابن تيمية في الأشاعرة. اديني كتاب الفتاوى مجلد 6 ولا 16 359. طيب 359 نشوف كلام ابن تيمية في الأشاعرة. سبحان الله، الأشاعرة ابن تيمية قسمهم، الأوائل منهم من كانوا على عقيدة المعتزلة والجهمية، دل تكلم فيهم. قال ومرادهم الأشعرية الذين ينفون الصفات الخبرية. يلا بعد كلام طويل تكلم عن الأشاعرة وإنه ديل أهل بدعة وضلال، ديل ياتم البينفوا الصفات الخبرية. قال وأما من قال منهم بكتاب الإبانة، كتاب الإبانة ده بتاع أبو الحسن الأشعري الذي صنفه الأشعري في آخر عمره ولم يظهر مقالة تناقض ذلك، يعني الزول من الأشاعرة اللي قال بكتاب الإبانة يعني بعقيدة أهل السنة ولم يظهر مقالة تناقض ذلك، قال فهذا يعد من أهل السنة لكن مجرد الانتساب إلى الأشعري بدعة. يعني فرق بين الأشاعرة المؤمنين بالعقيدة الخربة من في الصفات ديل براهم، وأما من الأشاعرة الناس اللي انتسبوا لهم بمجرد الاسم، أما هم في العقيدة على عقيدة أهل السنة، قال ديل يعتبروا من أهل السنة لكن برضو انتسابهم إلى الأشعرية بدعة أو إلى الأشعري بدعة، لا سيما وأنه بذلك يوهم حسنا بكل من انتسب هذه النسبة وينتفخ بذلك وينفتح بذلك أبواب للشر والكلام مع هؤلاء الذين ينفون ظاهرها بهذا التفسير. المهم خلاصته ابن تيمية ما بكفر الأشاعرة، دي خلاصته، ما بكفر الأشاعرة فضلا عن أنه يكفر كل من سبقه، فده كذب على ابن تيمية. طيب بعدية الرقم هنا عندي 10 أنا. ابن تيمية طيب قال القول بفناء النار ذكرها السبكي في الدرر المضية، القول بفناء النار ذكرها قال السبكي في الدرر المضية. لاحظ معي القول بفناء النار ده ما نسب لكتاب من كتب ابن تيمية أبدا، إنما عزاه لكتاب ألف السبكي في الرد على ابن تيمية والتشنيع عليه، لأن هذا القول
لا يوجد بصريح العبارة في كتب ابن تيمية. إنما غاية ما وجد، غاية ما وجد مخطوطة كتبها أو شبهت بخط ابن تيمية، فقط مخطوطة شبهت بخط ابن تيمية، وفيها الانتصار للقول بفناء النار. فأنت أول نقطة تأخذها في الموضوع ده كده، قبل ما نرجع لكلام الزول ده، كونه يتهم ابن تيمية بالقول بفناء النار، الاتهام ده باطل. لكن أولا أنت خذ في بالك أن هذا القول لا يوجد بالنص في كتب ابن تيمية أبدا. لقوا مخطوطة زي ما قلت لك، وبعد ذاك وجدوا أن ابن القيم عليه رحمة الله نقل القولين، القول بفناء النار والقول الآخر، نقلنا الاثنين وأورد أدلة هذا وأدلة هذا، كويس؟ مع أن ابن القيم في آخر أمره بعد ما نقل أقوال وأدلة حقيقة فيها دقة عجيبة ذاته، مسألة ما سهلة، بعد ما نقل الأقوال دي قالوا أين تقف قدمك يا ابن القيم، فنقل كلمة، نقل كلمة طيبة جدا ابن القيم في نهاية سرد للأدلة بتاعت الفريقين في مسألة فناء النار، قال إن قيل إلى أين انتهى قدمك في هذه المسألة العظيمة، قيل إلى قوله تعالى إن ربك فعال لما يريد، وإلى هنا انتهى قدم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيها، حيث ذكر دخول أهل الجنة وأهل النار وما يلقاه هؤلاء وهؤلاء، قال ثم يفعل لك بعد ذلك ما يشاء. يعني ابن القيم بعد ما نقل الأقوال دي وانتصر لها، هذا كان الخلاصة عنده، ده في نقل الأقوال. طيب يا أخوان نجي نشوف المسألة من الأول، القول بفناء النار في أقوال قبيحة كقول الجهم، قول المعتزلة، ومنها أقوال تانية، بعضهم يقول يوم القيامة النار بتفنى ويخرج منها الكفار مبدئيا ما بيعذبوا، وبعضهم يقول الكفار يدخلوا في النار فأجساد تبقى أجساد نارية، يعني على طبيعة النار، فلا تؤذيهم النار، وأقوال مذكورة. طيب أديني كتاب الطحاوية المجلد الثاني ده. طيب ده شرح العقيدة الطحاوية، الطبعة اللي عندي دي بتاعت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف السعودية، في الصفحة 624. الطحاوي عليه رحمة الله، حنجي لتفصيل الكلام عنه. الطحاوي قال وأما أبدية النار، لا ده كلام ابن أبي العز، طيب قال والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، ده كلام الطحاوي مش كلام الشارح، الطحاوي والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. طيب ابن أبي العز شارح الطحاوية قال وأما أبدية النار، أبدية الجنة
قال هذا متفق عليه هي أبدية. قال وأما أبدية النار ودوامها فللناس في ذلك ثماني أقوال. الثماني أقوال دي ستة منها من أقوال أهل البدع، ستة أقوال من دخلها لا يخرج منها. قول الأول أن أهلها لا يعذبون فيها، قول ثاني أن أهلها يعذبون إلى وقت محدود، قول ثالث يخرجون منها وتبغى على حالها ليس فيها أحد، قول رابع أنها تفنى بنفسها، قول خامس تفنى حركات أهلها، سادس قال أما السابع أن الله يخرج منها من يشاء كما ورد في السنة، ثم يبقيها ما يشاء ثم يفنيها فإنه جعل لها أمدا تنتهي إليه. ده السابع، ركز معي في السابع ده. والثامن قال إن الله تعالى يخرج منها من يشاء كما ورد في السنة ويبقى فيها الكفار بقاء لا انقضاء له كما قال الشيخ رحمه الله. ده قول الطحاوي. القولين الآخرين ديل ابن أبي العز قال وما عدا هذين القولين الآخرين ظاهر البطلان، وهذان القولان لأهل السنة ينظر في دليليهما. يلا القولين الآخرين ديل عزائل لأهل السنة، وقال ينظر في الأدلة. فقام ابن أبي العز بعد ذاك نقل أدلة القائلين ببقاء النار والقائلين بفنائها من أهل السنة القولين الآخرين ديل، وما رجح بس ذكرين كده. تمام، لذلك تنتبه للحتة دي. ابن أبي العز باعتباره من تلاميذ تلاميذ ابن تيمية، لأنه تلميذ ابن كثير، وابن كثير تلميذ ابن تيمية، فهو من تلاميذ تلاميذ ابن تيمية. تمام، طيب إذا بقى عندنا ابن أبي العز الحنفي نقل الأقوال وما رجح، كذلك ابن القيم في بعض المواضع نقل الأقوال وما رجح، لكن ابن القيم عنده أقوال تانية فصل فيها ورجح.